بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تغن ويدوشر دوداق دي وغداق دو إجاي نجاح الأصول الثلاثة قو بوخ إغرق وينوخ جمعتا الأصول الثلاثة تاقا هرداق أغر دوق داق دور أغجيني أغجيني جوع أغر كويرت داق دور تنديغو، وإن شاء الله لدوغ أتخليتا قيتيتا دقع عام ديتا أت ديقش ديقر دوير تاعت بوخ بالبيش شتا تعنين خلوطية تأقامت نيشي ولي روي بإذن الله. شيخ رحمه الله شيمت نقع بوخ. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نجح هيك خاه تعبوغ شيخو هور أدمن خا بيش بول إي قبوخ ملخ قبوخ بوي خدو إي هور أدمن خا ديش تكال هيك خاه تع أح آل عبوغ شيخو أعجوب لولح معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. دو حرا شي ديل ووزر دعوني شولغ شي دين دوزر دعوني قولغ تنت إحدك تنواجب دغ شي بايمر محمد صلى الله عليه وسلم ووزر دحون ال ايش جواب لو لابو تاقا شي هيثم صرح نوبو شرح نقاح. بدأ المصنف رحمه بذكر أصول الثلاثة والمتماثلة في أسئلة القبر الثلاثة، وأثار انتباه القارئ أو السامع بسؤال أو وأجاب عليه. حق داق انجوعة شيخو دول دو قأبا خخليات يقبو خبو إيه لروي إذا دوت حقديشة هور تجيغا ويك هور نيغا كشتو علور دول قخاة تردوك إيه دوحر من ربك حديل ملو شولغ ما دينك حدين هو دين بقولغ من نبيك حبايمر ملو تاقا اتقا خاتر اتقا بوخا تار عليات ديت دول دو حق حق دا غانجوح يوخا شي هيثمو بوخ علم عام ديش علم دحو يغشيناها تعن أسلوب شا أسلوب يوخ يتعن يقشا تعن يقبوك خاتر دالر يخشات جواب دالر يهون دو إلجا يموت علم شي تدم صوبة لديش دوئي تاقة سموية لديش دوئي مثلا شا خاتر دوتو يوخا مصر تدم بو اتخاترنا يوخا شا جواب الله شايخو تاقة يهون دو إلجا يعان دقع لاتيتا أدخل قيشت خاطر لوش جواب لوش إيش تقوز عدي عندو شيخو جيمتنا قايلق دو حر خاطر ديلتو ما الأصول الثلاثة هو بو يقبو خير يغشى جواب ديلتو معرفة العبد ربه ودينه ونبيه وإيش تقدع عقنية حق جيني شو عدوغ من ربك أولي خاطر دوغ يغ شيخو شا أول أعال ربي الله الذي رباني مثلا إيش دقع له تتج أو أهتو إيه يوخا حديش كح والسنة تاعه بايمر صلى الله عليه وسلم شي أصحاب شي أتس أسلوبا ثاني أتس نيق ثاني عام بيش شورت حديش دوي تول تاع متن قابو شيخو. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. نجح يكخاه تعبوغ شيخو حديل ملو أح الله أعجاب لولع سديل الله شي نعمة شتاني سقلنا نول إشتا ديرك عالم قلنا نول إذا أسجن عبادة ديش ورغو إذا إزو ترك أس عبادة ديش قطع واتسا إشتا الله بو شيخو سلطيحة تنن دليل دو الله هو قرآن جوع سورة الفاتحة جوع الحمد لله رب العالمين بريك خاستما تحن الله هن بوق عالمين ديل وول بريك خاستما تحن الله هن بوق عالمين ديل وول شرحا دعا شيحي تم سرحا نوبو. وضح المصنف رحمه الله الأصل الأول وبين أن الرب والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وذكر دليل وهو قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين. فالرب هو المعبود يقير سورتع قبوخ حغبر شيخ
Döhar, qobuq, qobuq bu ela yuqtuna jawab delar tu. Dela hinza quzağa Wullo ize hor buha hatloçe tunaglet deyit şiyede yuşten hinde man robuk döhar buha del ve uzara tunaglet duhar deyip tunaglet deyit ola şeyh tuldiha halkar buha hadil milo yedaro şeyh o şeyin aya şeyh o boğ kuzaha halkar buh büyüt şeyh o veyn qiyet dotu بينا وين قيت دوتو ديلا شين عبادة حق دول شوية الله تأخلرت إشتا تن دليل ديل دوتو بري خاستم الله بو الحمد لله رب العالمين بري خاستم تن الله بو عالمين ديل وال فإي ديل خلچا تنن بي خلشاتق حاجن درك عبادتش تلتعب وكل ما سوى الله عالم بو شيخو وأنا واحد من ذلك العالم تحق دركما الله وترك دركما عالم يقيد وغشتوق وأنا واحد من ذلك العالم سوق أت عالم يقيد وغش بو متنقع شيخو شرحنقع أي إيه توائل لغا تن إبوهرك دوحونا الله وترك دركما قيلاندو تاق سو قيلانو تاق سو قيلان خيلش سونت اعدوق سيلا عويش اللهان شكر در تو سين اوتل نعمش ديل خيلش تو سو قيلان خيلش تو سو قيلان جولت اح سو قيين خيلش سون رزق لوش اي خيلش سونت اعدوق تن شكر در اشتا سي ديرك عبادة شا تن تنين حاجن خيلديش وقصو اتعبي هون ديج ومواتي أتمس عبادة حق دولش درك عالم ديل وال تلت عامتنا نقابوغ شيخو فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما حيك خطح إديل مو وزرحون إحي ديل ستين سويزرعون إلى حيك خاتها أح آلا بو شيخو تن على ما تسويزر سوني تن قلم تسويزر سوني تن على ما تشادو بيسا دي مالخ بوتا تن قلم شادو ورخ سيغل ورخ لاتا تان يوك أح ميل ديغا تان چوح ميل ديغا إشتا تن دليل دو ودليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون بو الله تن على ما تشهدو بيس دي مالخ بوت أشمدي سجد يا مالخنا يا بهتنا سجد دي اللهن إدريك قولن وال نجاح شاش عبادة أتن تحنن شديش دلاح بو الله سلطعه وقوله اشتا قيج آيات الله بو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين اشتا أتآيات بو الله بو قل شديل الله يالغ دينا استيغلناش لاتا قوالن وال تول تيحا عرشن تيح ايويل وال تو بيس دين تيتوس تو بيس ات بيس نو از دي سيخوانس لوخ يقيج اور الچ سيخوانس تون تيح ليل شول بيس مالغ بوتا سيدرچي تون امريت متعدو تون امرين متعدو شيك و يوج قوال قول تو أمر دوتو بركت يو الله عالمين ديل وال إذا متنر هند وشرح نجح دوش شرع المؤلف في ذكر مجموعة من الآيات الكونية والمخلوقات التي تدل على وجود الله والتي تثبت أنه لا رب ولا خالق ولا معبود بحق إلا الله وساق عليها الأدلة من القرآن كما هي مذكورة في المتن توضح شيخ دال دو قزح آيات الكونية اشتا آيات المخلوقات
آيات الكونية بوقودو إذا الدنيا نشر عالم على ما تشتقش ديل دنيا نشر على ما تشتقش يا على ما تألش ونخش ما تبوق إذا ورسي ما تدخش زنميني يوقي حق دنيا نشر على ما تألش حق دنيا نشر زنمينيش يا مخلوقات قلن يل همني على ما تش قلن يل همني زنميني سو تسويق أحايو إي آيات شا إي أت إي علامات شا حق دنيا نشر علامات شا يقلن يل همان يوقع يل علامات شا سو وين قويد يو علامات وين قويد شو الله خلر مسألة تغن ناخ بو بوخش الله وات ديل وات بوخش ديل أحا أت عقل أت حيقل ثاني أدم تغن تن إحيقل تند الله تقي قي وايل تويح عال علامة حق دنيا نجور علامة ويحغين العلامة دي بيس مالخ بوت يا قلن دول همش أدم أتمسو همان سو وايل خاقتن قيت قي الله وي هرديريك قلن كرليل ديشك وي خاقتن ديل وي خاقتن عقل عقل تن حيقل تاني تقي إشوي أتمان تلتح إشتا ات ايت شا ات واي حاغد نو العلامة شا تيج اغدو تيج اغدو ياش دوش قي ديل تخلر يقي قول شورك تخلر يقي شين عبادة ديش تخلر حق دولش الله ووترك اتونا دليلش دال دير شيخو هيت واي حاغد نو شي ايت دار ازا تجوح دليل دو واي هيت ايل دول ديش نشن تسولت ايها وكل مخلوق هو آية بو شيخه على وجود الله سبحانه وتعالى ولكن غير الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين الآية والمخلوق لأن الآية تتغير مثل الليل والنهار والذي يتغير يكون فيه قوة دليل عن الذي لا يتغير أقا شيخ بو مسو قلن دول هما آية لورش دعون علامة دعون الله خلر قويتش مصو قلن دول هما آية دعون علامة دعون الله خلر قويش دلاحة شيخو حوها قزحة قاستن بير علامة شئلر تو قولم شئ قولم شئلر تو متن قايلر شيخو حين ديل مو ويزر ايل تشينا اح ايل لاحة تن علامة شتا ويزر تن قولم شتا ويزر تن علامة شغدو ايلر تو الله تا تن علامة شغدو إلر تو استغفر الله الشمس مالخة دي بيس بوتا تن علامة شغدو تو تن قولم شغدو إلر تو ورخ ستيغا ورخ له تا إي هون قاستن بير تو هون إل چا در ريغا قولن هم إزا مدو علامة إزا مدو آيات هون إي هون در إل چا علامة خيط لوش تول دير إي مالخة بوتا دي بيس خيط لوش شو قي داد عديرج بيس يو يا مالخ لعبيرج بوت حقيت وين إذا خيط لوش شو أخي خيط لوش تول دير تن چوحة شي دليل چو خل تن ثاني إي خيط لوش تول هم إي علامة دوق دو تن إي تامشي هم دو إي دوق هم دو إي تن علامة دو إي دوق تن ديلا إي علامة يو قدال دو تو إذا خيط لوش دل هما تون تاني دليل جو أخل خيط تلوش دل هميك حاج تول تول جوغا خيط لوش دل جن دليل جو أخل إي خيط لوش خيلش إي علامة مسألة تحت علامة إش خيط لوش خيلش تاق إي خيط شويرك إي ديرغ هم ليل واش ويرك تاق خلو يشوك تون ديلا دوق دوي علامة دوقم دوي تو قويتون بقولة هر شادق هر دوغ دوي شويرك يا هر دي 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 بيسي خيوت شوك مالخ ليل اشوك بوت ليل اشوك هر دنيا ليل دي اشترغ هر اد مشغول شوك تعوي ايزا ديلو الله تلتح والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون متن جع شيخ وإيلر تأقى ديلا إذا شين عبادة ديشوركو مسار شين عبادة ديشوركو ديل تنن دليل دو هاي ناخ شي دالة عبادة دي شو
Шул халхар наша куэллан ул. Шухил мег тақ цунах куэрш. И ушун латнах муат бин ул. Стигланах шун тау бин ул. Тақа стиглар хида итан ул. Чунц ацхитани стюемих шен шун рицк лахтеш ул. Шун рицк хлитан ул. Ацхитани лахчур стюем шалдохш. من يسويت أق من يسوي ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون من يسوي ديل تع شن خوشع شن خوشع يتع ويش قوشك إليل دشك هر هر دق أعلم هر ليل دشك يتع ويش شن خوشع من يسوي تنسان تع بو الله. هذه الآية في سورة البقرة شرحا جابو. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها أول نداء في القرآن يا أيها الناس حق آية جوع بقرة آية دور شيخ وبو تحت علم ناخ إلا حق آية جوع دحر قرآن جوع بين قيقن بو يا أيها الناس إلا مسو أدمشك قيقن بو حق دنيا جوع ميل دل أدمشك قيقن بو يا أيها الناس إذا قرآن جوع قرآن حق دلان فاتحة دعوة الجاء دحر قيقن شيطاني بوش هر آية قردوحون هر حق آية شو يا أيها الناس تغي حق وتغي حلغل آية تهرة تنديلا حق شو هاد يحر قيقم ببو علما يا أيها الناس أدمشق الله وبيش بالقيقم. وفيها أول فعل الأمر في القرآن أعبدوا أي واحدوا إشتا دحل قيقم خلة عشر إشتا حق آية شو هاد دحر فعل أمر دحر ديندل أمر دو أعبدوا أش عبادة ديلش إل أي واحد ويما ألرا قرآن جوها عبادة ديلش إل دولج مسو معنا واحد توحيد قوش ديلش الله أي تحن الله هم بي عبادة ما ديلش بوش معنا دوكتن. وفيها أول نهي في القرآن إشتا دوحر قيقا بوحق عقاية جوع دوحر دين أمر دو يو دوحر تسمك دين دول دوحر الله حرام دين دول هما دو إذا الله وإيلر فلا تجعلوا لله أندادا إشتا أشا ملاتلش الله تتعا ناقوست وأنتم تعلمون شن خشين خوشع إشتا نهي هوق جوها إدوحر تسمك دين دول هما هدو نهي عن الشرك شرك دوق الله تسمك دين حرام دين دول سوتع متن قام إيلر شيخه. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحان الله. هر درك ابن كثير قال ها يدركهم قلا نول إيوة حقدين دول ميل دولهم يبوت ملخ لات ورخ ستيغل ورخ لات ده بيوز إشاء دولهم عالم رب العالمين درك عالم قلا نول إيوق بقل حق دولش شين عبادة بقل أت عبادة حق دولش إيوق الله قطع يعني يبو كده ألش شيخ هيثم صرح عنه بو يعني أن المنفرد بتوحيد الربوبية يجب أن يفرد بتوحيد الألوهية التوحيد الربوبية إلى رقوة ديل بلخش يقدوش الله ميل دول ديشتل هما الله اللهن توتحمو ديشتو قول شوك رزقو شوك هر دنيا مصهم ليل ديشورغ الله تعو تا إقابل دشول شو إقابل دشول شو تغنا دغدو إشوك الله مسو بلغ شريط لشوك مسو عمل ش الله هيك بيتسيلو ش عمل ش تون أتومان تيح تون تانا وصوات بوخشنا تون تيح دوقت أقا توحيد الألوهية قابل در توحيد ألوهية نجا عبودية نجا إتعور ربوبية نجا تو إتعور تاق مثلا تو اول ها مصو رزق شك الله سون سو دين ادم دين وشك ادم عوزل تقوت شك الله دل ح و وان قي چون ديو تو يقي چون نا قستو تو ها ربوبيه حقوبه ديشو وي الله الله و بو يا ربوبيه حق دوش ربوبيه غا الله تعالى قستو اشت اتسوم نو هون تدل توحيد الالوهيه غا اي الله تعور الله أعيتن تن وقل أتمسو ناقوى الشخ شين عبادة دي قيشان عبادة دي شو ماتسو همسو هم نغا الله تعوى بيز إذا حون تدلش دو
قلت اها هردا قشق ديلر وي الله هو شي دو عدل وي مصو وي ميان دو ليل دي اشتاق الله هو حق جاي ننجاح وين شوار بايدا خلتيب الله هو كش جوها اتقا جواب اتقا خاطرا نيس دوما ديز جواب لور دول جارغ دويلوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.